بونجور ليلى. بونجور نهى. اليوم أدفى من امبارح. ايه بكتير. يلا بشوفك. بونجور حبيبي. بونجور حبيبي. بونجور مامي. بونجور بابي. بونجور حبيبي. بونجور. أحلى صباح بالعالم. أنت أحلى بنت ببيروت أصلاً. شو أخبار الدولار؟ دك عم تتمسخري عبيك يا زهرة؟ مامي يلا حبيبتي ما بقى تلتهي، روحي حضري حالك لما تتأخري على المدرسة. يلا. أوكي مامي. واو. إيش؟ شو في؟ شركة الجي بي كيو أعلنت إفلاسها. شو هاي الجي بي كيو؟ هي أكبر شركة لتجارة مواد البناء بالعالم. عليها ديون وصار لها فترة عم تتهرب. يعني نحن فينا نشتري حصة، ممكن نحط ايدنا فيها، كتير منيح. حلو، مبروك. ليلى؟ بيبي شفي لي الكرافات؟ كويسة؟ هي حلوة بس رمادي على رمادي. بدك بردو؟ عندك بردو؟ عندي. ايه شو بدك اياها؟ اوكي. هاد البردو احلى. ظهر العدد الجديد من مجلة نيو كولكشن. عدد هذا الأسبوع كلام الناس، البعض يحسبون له حسابا والبعض الآخر شعاره تفنيش. غيرة الرجل من الرجل قاتلة أحيانا. رجال يغارون من الزوجة القيادية. هل يمكنك أن تكوني عازبة وسعيدة؟ بالإضافة إلى مجموعة تصاميم شتاء 2014 لأحدى الصراعات الموضة العالمية. هدية العدد حسب بقيمة 20%. نيو كولكشن لك ولأسرتك. اليوم بحكي لك قصة بشعة كتير. ناني شو بتطلبي اليوم؟ كل اللي انت بتحبي. يلا غيث. شو حبيبي؟ الجنينة كثير تعبانة، صار بدها تزبيط. اي انا بحكي معه ورامي، خليه يجي يزبطها. اوكي. اوكي. باي حبيبي، باي. باي حياتي. غريب الهوا اليوم. مش وقته. مزبوط، انتبه حالك. سكر عليك.
بونجور بيبي. يسعد لي الصباح حبيبي. خلص حبيبتي كفي. كفي. قديش بتحبني؟ بموت فيكي كذاب. وحياتك بموت فيكي. طيب بيبي خليك معي. يا ريت، مضطر روح الشغل. ماشي بسمح لك. يلا بخاطرك. خاطرك. الله معك. وليد. ايه حبيبي. شو نسيان؟ الابرة. باي مامي، ما تنسى تشتري لي القصص اللي وعدتني فيها. أكيد حياتك، بس على عقلي. باي. ايه نجوى؟ يعني انت مش رح تبطلي هالعادة؟ اي عادة؟ عيتيلي ماما. صغيرة بعدك، ما بدي كبرك. ايه شو فيها بكرة الصبح؟ ماشي، بس قلت بطلع بتغدى انا وياكي برا، إن زمان ما قعدنا سوا. بعدي بتلفلك وبحجزك قبل ما تقولي لي مرتبطة. ايه ما في، سارة جاية لعندي وبنتغدى سوا. ايه وليه لا؟ انا كمان بيجي. انا ورفيقتي، انت شو بدك تجي تعملي معنا؟ يا عمي من دردش شوية، أصلا اللي زمان ما شفت سارة اشتقت لها. حاجة تلفي وتدوري، شو بدك؟ بتعرفي إنك أنت وحدة سايرة جفصة ووقحة؟ هلا بدك تقولي شو بدك ولا لا؟ ما بدي شيء، مع السلامة. إيه بعتي لي $1000. حبيبة قلبي كيفك؟ مشتاقة لك كثير. أنا كمان. أنت كيفك؟ مثل كل يوم، كيف بدي أكون؟ فوتي. رجعنا على الأسطوانة ذاتها. بونجور. بونجور. الشباوي؟ لا، رايحة على الجامعة. إلي ناطرتك من امبارح ونمت قبل ما رجعتي. خير؟ لزمنا هدول المراجع.
بس انا ما معي مصاري. بس امي انا مضطره. خدي من ليلى، منا اختك هي؟ بلا اختي، بس ليلى مش مجبوره فيي. مع قلب شر. المصاري مع جوزة من فوقه ومن تحته ما رح يكسروا كم 100 دولار. انت قلتيها، جوزة منه جوزة. هلا قلت شو بدك؟ قلت لك ما معي وبس. ايه؟ وصل الأستاذ غايس؟ ايه وصل وسأل عنه. صباح الخير. أهلا، صباح النور. هي شركة مساهمة تأسست عام 1975، بتعمل في مجال الخدمات المصرفية التجارية اللي بتقدم خدمات مختلفة بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، إدارة الأصول والصناديق، خدمات تغيير العملات الأجنبية. شوفي بقى، بيتوزع العمل فيها بين مصر ولبنان. من حوالي 10 سنين جاري توسيع نطاق العمل لدول أخرى، وانت عارفة طبعا لما يكون عندك نشاط مصرفي بين مصر ولبنان بينافس البنوك الأخرى، لا سيما إن لبنان يعد من أهم دول المنطقة في الخدمات البنكية. على كده يا أستاذ أشرف، أنت بتقضي نص وقتك في لبنان؟ أنا ما بروحش لبنان إلا للسياحة فقط، لأني أديت ابني إدارة العمل اللي عايش هناك، وفي نفس الوقت معايا ابني التاني هنا في مصر. ليلى، أنا ما عم لاقي سبب مقنع يخليكي كئيبة كل هالقد. يعني ما شاء الله عليكي، عايشة بفيلا فخمة وعندك رجال، كل بنات بيروتها بيتمنوا بس يبتسم لهم ابتسامة هيك، ها، من طرف تنهو. وعندك بنت الله يخلي لك إياها ويحميها مثل القمر. وكتر خير الله، أنا ما عم بنكر هالشيء، بس بحس في حلقة مفقودة بحياتي، ما بعرف شو هي. يعني كل شيء قدامي وحوالي، بس بحس في شيء ضايع. أوقات بقول يمكن اللي عم حسه هو أعراض الرفاهية أو كتر الترف، ما بعرف، أو يمكن روتين زهق. بتصدقي كل شي بعمله من الصبح لعشية هو لأهرب من التفكير بنفس القصة، وما تسأليني شو هي، ما بعرف، ما عم بقدر لا أشرحها ولا أحكي عنها بوضوح. طيب ليش ما فكرتي ترجعي للفاشن ديزاين؟ على القليلة هي شغلة أنت بتحبيها وبتمضي وقت فيها. أنت بتعرفي موقف غايس من هيدا الموضوع. من وقت ما تجوزنا عمل لي أتليه هون بالبيت، واشترط علي تكون مجرد هواية عبي فيها وقت فراغي مش أكتر. إيه، بس أنت هذا اللي كان بدك إياه. أنا هيك كنت مفتكرة، وجربت واشتغلت وعبيت الأتليه، بس شو استفدت؟ ماشي، الفاشن ديزاين فن، فن حلو كتير، شو فايدة هالتصاميم وهالأزياء كلها إذا ما حدا غيري رح يشوفها ويلبسها؟ أستاذ أشرف، يعني الحقيقة فشرة نجوم السيما يا بابا. أنت حتشتغل لي هلا؟ الله، قول لي صحيح، عجبك اللقاء؟ لا لا، عجبني توقيته حتى، يعني توقيته كان كتير كتير صح. يعني إيه؟ يعني أنت اخترت التوقيت المناسب مشان تعلن سيطرة البنك على السوق بالمرحلة الجاية. مظبوط. برافو يا غيث، برافو، انت فهمني كويس قوي. ده انت كده هتخليني ابقى مطمن انك بتدير البنك في لبنان مش زي اخوك اللي واخد الدنيا اونطه ومش عارف يحط عقله في دماغه. يلا، بقولك ايه يا غيث، انا كنت بفكر تبعت لنا حد من عندك من الموظفين يكون كفء ومجتهد عشان التريننج بتاع الموظفين الجداد الأسبوع الجاي. موظف؟ طيب،
ولا يهمك ولا يهمك بابا، أنا هلأ بشوف وخبرك. بس ما تتأخرش علي أرجوك. لا لا خلاص ما بدخل عليك. سلمني عليه. ووليد بابا بسلم عليك. الله يسلمه ويسلمك يا ابني. يلا مع السلامة يا حبيبي. الله معك، مع السلامة. بدون موظف من عنا نبعث لهم اياه يعمل تريننج للموظفين الجدد بالاداره. ابعث له. شو رايك تروح انت؟ لا لا الله يخليك، عافيني انا مو خرج. ليه؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. ساره طلعت لي بقصه الكورسات تبع الاغذيه والابر والف قصه وقصه. اوكي خلص فهمت عليك. يعني انا هيك ما عاد فيني احكي شيء خلص. انا مو ببالي كل الموضوع. بس قصه الحمل عن ساره صايرة موضوع مصيري. ليش مصيري؟ أنا مثلك بس عكسك. يعني بعرف شو ناقصني بس ما عم بقدر حققه. ناقصني أحبل وجيب ولد مثل أي أم بهالدنيا. بس الانتظار ذبحني. صرت خاف إنه وليد يروح يتجوز علي. مثل ما بتعرفي وليد وحيد لأهله. يعني حقه يجيب ولد يحمل اسمه واسم عيلته. مسكين اكلها على الجهتين، نق امه من جهه ونقي انا من جهه تانية. بتلاقيه هيك عم ببسط الامور، بيقول لي حبيبتي معلش الوقت لسه بكير، يعني لسه معنا وقت، ليش مستعجلة؟ ومرات بيقول لي هي مشيئة الله، مع إنه أنا بعرف إنه جواته متمني يكون أب. وأنت كمان بحق لك تكوني أم. أكيد أكيد بحق لي، بس بعرف وليد رح يستسلم ورح يجي اليوم اللي يروح يدور على وحدة تانية مشان يجيب ابنه منها، وأنا عم بعمل المستحيل لحتى ما يعمل هالشي. طب الأبر اللي عم تاخذيهم؟ إن شاء الله إن شاء الله يجيبوا نتيجة. طيب وإذا ما مشي الحال شو ناوي تعمل هلا؟ أولاً عم سايرة، ثانياً عم شوف أمي، ثالثاً عم حاول أقنع سارة إنه موضوع الولد مستحيل يكون سبب انفصالنا. وهو هيك فعلاً؟ ولو طلع فيها خليكي متفائلة. أنا صار لازم أمشي. طيب بسيط، هلأ بنشوف حدا تاني يطلع يعمل التريننج. بعتيلي شغل. طب وليه أنا بالزيت؟ الحقيقة أنا ما عندي أكفأ منك ومن وليد، ووليد في عنده ظرف عائلي ما راح يقدر يسافر. أعطيه أسكت. طب ووليد إيه رأيه؟ بأي موضوع؟ باختياري للمهمة دي؟ ما بعرف، هو ما عنده أي مشكلة، ما يعني ما اعترض. الظاهر إني ماليش خيار غير إني أقبل بالمهمة دي. شيرين شوفي، هي فرصة كتير منيحة بالنسبة لإلك يعني، والمفروض إنه أنت ما تترددي، تروحي على مصر وتشوفي رفقاتك أصدقائك وتخلصي شغل وترجعي لهون. خلاص اللي تشوف. أوكي عن إذنك. Thank you.
جد سوري. الله يحميك. ليش فيك تساعدني اوقف تاكسي؟ سيارتي واقفة بآخر الشارع بس ماني قادرة أمشي ولو واحد إجري كمان. ميرسي. ميرسي إلك. والله صعب الاقي تاكسي هون. يا الله شو هالنهار هيدا. رجليك بدها تعيد؟ بعرف.
شاي اخضر اتفضلي. مرسي. تلعب بوكسينج؟ ايه بس لما كنت صغير. بيتك غريب. بيشبهني. الو ايه سعاد رجعت ديما اعطيني اياها ايه مامي كيفك حبيبي خلصت درسك برافو حبيبي انا رح اتاخر لارجع لاني علقانه بالعجقه درس بفيد بدي شي ساعة ما رح اتأخر اوكي باي هيدي بنتي ديما عمرها 6 سنين رح يصيروا 7 بعد شهر وانا شاد رح يصيروا 35 كمان بعد شهر وانا ليلى صار لازم امشي اتأخرت كثير ميرسي كثير على المساعدة بس انا حابب اهديك لوحة لوحة؟ لالي؟ ليه؟ اعتبريها ذكرى في كومودينا كحلة على ايدك الشمال هي يمين شمال شفتيها؟ ايه في جرور فؤادي فيها لوحة خصوصي لك ليبيا هذه هي حياتك حياتك أنت مرسي أنا تأخرت لازم لحظة لحظة بدي أعطيك انفيتيشن للمعرض تبع اليوم الافتتاح بتمنى تجي الكارت طبعا اكيد اوكي مرسي انا تاخرت أهلين أمي الحمد لله ماشي الحال كيفك أنت وكيف أبي؟ إيه ممتاز ممتاز حقك علي يا أمي والله الشغل لفوق راسي سارة منيحة ماشي الحال نايمة لا راسي عم يوجعها ومموصة شوي فنامت عبكير طولي بالك أمي لسه كل ما بقول لك دايخة وراسي عم يوجعها ومموصة بتصيري تزلطي وتعيطي مليون مرة صرت قايل لك الدكتور عم يتابع حالتها ونحن مرتاحين هيك والشغلة بإيد الله بوس إيدك يا أمي لا تزعلي أنت بس ريحي لي حالك ولا بقى تفتحي هي السيرة حاضر بتأمري أمر ماشي خلص ماشي سلمي على أبي كتير تصبح على خير مع السلامه
ليلى؟